طبعا المريضة كانت أمي، وكانت علاقتي فيها جدا قوية باعتبار أني أنا ساكنة معاها في البيت وأنا أقوم اللي برعايتها. وخاصة إذا كان المريض يعني إنسان جدا جدا عزيز عليك هو الأم. طبعا المرض مع أمي بدأ بس كان في مراحل الأولى، إحنا ما نعرف إن هذا يعني مرض راح يتطور بالمستقبل أو لا. فكان بداياته إن آلام في البطن، أحياناً إن ما كانت يعني تشتهي الأكل، ما كانت تأكل. بعدها يمكن بعد هذه المرحلة يمكن 3 سنوات حدثت أول حادثة، وإن هي لما أكلت بدأت تغص بالأكل ورجعت شوية الدم. فرحنا الطبيب فقال لازم إن نسوي لها منظار قولون ومنظار معدة أساس إن إحنا نقدر نشخص المرض. فهي ما رضت تسوي قولون للقولون منظار بس فقط للمعدة، فقالوا احتمال إن هذه تقرحات بسيطة. بعد هذه الحادثة يمكن بسنة واحدة بدت يصير عندها إسهال مزمن ومرات إمساك مزمن، فبدت يعني صحتها تدهور شوية، فاضطرينا ناخذها للمستشفى. وديناها المستشفى، كبار السن أحيانا يكون عندهم نقص بالصوديوم، نقص بالمغنيسيوم، يأثر على الحالة المزاجية عندها، يأثر على يعني الصوديوم يأثر على الحالة المزاجية، على حالة يعني النسيان والتذكر. المغنيسيوم يأثر على العضلات والتشنجات والأشياء هذه. فدخلت على أساس أولا أنه هو تضبيط للصوديوم وتضبيط للمغنيسيوم. طبعا الطبيب المعالج كان جدا ما شاء الله عليه يعني شاطر، فقال أنا أعتقد أن في شيء ما في البطن، فإحنا لازم نسوي لها أشعة ونسوي لها المرة منظار في القولون. طبعا أمي في هذه الفترة ما كانت يعني في وعيها 100%، فاضطرينا أن إحنا نسوي لها القولون بموافقتنا إحنا. لما سووا منظار القولون اتضح أن في عندها ورم بسمونه بالقولون السيني، فقالوا لنا ان هذا الورم احنا بناخذ منه عينه نشوف هل هو حميد او خبيث. فلما اخذوا العينه بعد تقريبا كم يوم طلعت العينه، وكانت في هذه اللحظه قبل لا ظهور العينه كانت تتلقى العلاج المناسب لها في المستشفى باعتبار ان عندها نقص الصوديوم والمغنيسيوم الاملاح هذه كلها، لان هي تاخذ حبوب ضغط، حبوب الضغط مع مدير البول ينزل الاملاح هذه، وهذا ضروري كل انسان يعني عنده هذا النوع من العلاجات انه دائما يشيك على الاملاح الاشياء لانها ضروريه للجسم. بعدها طلعت العينه وخبرنا الطبيب ان والدتك فيها يعني السرطان في القولون، فانتم شنو العلاج اللي لازم تتخذونه؟ فقال احنا طبعا كنا مستشفى خاص، احرص ان امي تروح مستشفيات الخاصه في هذه الفتره فقط لان ترتاح في المستشفى من حيث نظام الغرفه، كانها غرفه فندقيه ومريحه لها نفسيا، نفسيا العامل النفسي جدا ضروري. طبعا الحكومه ولا نقصم فيها، لكن هذه رقبه امي يعني انه ورقبتي انا كذلك ان العامل النفسي لامي. فهني قالوا لي في المستشفى الخاص ان امكانياتنا احنا هني محدوده، المستشفيات الحكومه امكانياتها اكثر في هالنوع من العلاجات وتحتاج الى عمليه كبيره. فوجهوني للطبيب الصح، هو دكتور اذكر الاسماء ولا يمكن لا اي، فوجهوني لاحد الاطباء ورحنا للمستشفى الحكومي ودخلت سووا لها ادميشن ودخلت. فهني احنا كنا يعني اخوي وخواتي الثنتين وانا في قرار صعب، لان امي شوي مره كبيره بالسن. فقال لي الدكتور احتمال ان العمليه تنجح يعني 1% واحتمال انها تفشل 99%، فانتم شنو القرار اللي تتخذونه؟ قلت له اذا ما سوينا العمليه شنو نسبه يعني استمرار امي بالحياه؟ قال 100% راح تموت. فقلت له ما دام ان احنا عندنا 1% فانا افضل ان احنا نسوي العمليه، والاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، اذا الله كاتب لها حياه فهذا فضل منه من رب العالمين، واذا الله خذ امانته فهذا يومه واحنا ما نقدر شيء، لكن ما دام عندي فرصه للحياه انا اعتقد ان نسوي العمليه. قال كلمي اخوانك، كلمت اخوي وخواتي فقالوا جو اهيد يعني، وطبعا وقعنا على العمليه واستمرت عمليتها 7 ساعات تقريبا. فقالنا الطبيب قبل لا تدخل العمليات امك عندها 3 احتمالات، وانتم خلاص انتم ما دام راح تقعدون تنطرونها حطوا الاحتمالات هذه في بالكم، يا انها راح يكون خلاص الكفن موجود وراح تتوفى، او عنايه مركزه، او ان راح تطلع الجناح ما فيها شيء.
قلت أنا يقيني بالله سبحانه وتعالى ومؤمنة بقضاء الله وقدره، شنو الله رح يكتب؟ إحنا يعني أنا واحدة مؤمنة فيه، بما أن أنا أتولى رعايتها وعندي أمي وأخواني وأخوي وخواتي أيضا ما يقصرون للأمانة، يعني كانوا باستمرار معاي ومع أمي وما خلوها ولا لحظة. فالحمد لله أن عيال أمي كانوا بارين فيها، يعني إحنا كلنا بارين، يعني كنا موزعين أيضا الدور الرعاية عليها. طلعت العملية بعد 7 ساعات، بشرنا الطبيب قال أمكم طيبة ما فيها شيء، رح تطلع الجناح فوق خلاص، يعني لا في عناية مركزة ولا في الحمد لله وفاة. طلعوها للجناح. طبعا هني بعد العملية يأتي الدور الكبير في رعاية الأم، في رعاية المريض عموما، يعني بعد العمليات الكبيرة هذه. فقال الحمد لله إحنا استأصلنا الورم و 66% إنه ما رح يرجع و 44% احتمال إنه يرجع. فقعدت أمي بالمستشفى بعد العملية تقريبا 5 أشهر، وهني بداية العناية الأكثر مكثفة لها. فبدينا نكثف الرعاية لها، جبنا لها نيرس ما عاد تساعدنا. بس هني يأتي الدور الأهم، إنه خاصة يكونون أهما مثل طريحي الفراش، فهني لازم تعتني فيها. يعني أنا شفت ناس معانا بالمستشفى ومعاهم نيرس خاصة، بس ما يفطنون الأهل إنه لازم تقلبها 24 ساعة بحيث ما يصير في البيد سور أو التقرحات الفراش. فهني أنا لما شفت المرضى هذول يعني للأمانة خفت على أمي. فبديت قلت لها شوفي إحنا نقلبها، وهم يعني لما يجي الشفت الثاني مع خواتي يمسكونها، كان أيضا يحرصون على تقليب أمي إنه ما يصير فيها البيد سور. وكنا نجيب لها يعني من مالنا الخاص وكذي، نجيب لها كريمات، نسأل وين الكريمات الأفضل، شنو الأحسن لها. والمستشفى ما كانوا يقصرون للأمانة، حتى الممرضات يتعاطفون معنا. اهتميت أيضا لأن إحنا كانت هذا الوقت في كورونا، فالبعض يضطرون يزورون أمي ومن أهلنا، وهذا ما نقدر نمنعهم. اضطريت يعني أن كل يوم أنظف الغرفة تنظيف، ما أعتمد فقط على تنظيف المستشفى، أنظف الغرفة تنظيف كامل. كنت أغسلها حتى في لحظة من اللحظات جتني النيرس قالت لي ترى مدير المستشفى موجود، أخاف يشوفك يخانقك. قلت له خليه يجي أنا قاعدة أنظف. فلما جاء قالت شنو تسوين؟ قلت أنا أعقم الغرفة لأن الناس قاعدة تدخل وتطلع وأنا قاعدة أنظفها. فقال بارك الله فيك جزاك الله خير، ونتمنى كل الناس يسوون مثلك، لأن إحنا في كورونا وأخاف الأرض يكون ما فيها الفيروس أو هذا. فكنا ننظفها من حتى السقف، كنت أنظفها فتحة الهواء كنت أنظفها، أخاف على أمي. مرت هذه الفترة الحمد لله. خلال فترة الكورونا كانت بالمستشفى مو كلها، هي نهاية كورونا 2021، ومع هذا وبعدها طلعنا ورحنا للبيت، وتظل الاهتمام في أمي لأنها ما زالت إن هي يعني تحتاج إلى رعاية لتقليب مستمر. سبحان الله بعد 6 أشهر أمي صارت طبيعية ما فيها شيء، قامت يعني تمشي تصير زينة. فقالوا لي لازم تعطينها اللي هو العلاجات اللي تمنع رجوع السرطان. خذيت موعد ورحت للدكتور في مستشفى الخاص، فقال لي أمك تمشي؟ قلت له تمشي بس ما تمشي كثير. قال كم عمرها؟ قلت عمرها 87. قال لا أنا ما أقدر أعطيها، يعني هذا حق الناس اللي تقدر تمشي القوية، لهذا ما أقدر أعطيها، ممكن هذا يأثر عليها، فخليها هي عند الله يرجع ولا ما يرجع. فاستمرينا ما شاء الله تبارك الرحمن 2 سنين ما فيها شيء، وكنت أخذها أطلعها أوديها، يعني يوميا أمي تطلع، يوميا أمي أوديها. فكانت مستانسة، كانت تقول لي الحمد لله اللي طلعت من غرفة المستشفى، الحمد لله شفت. فكانت راضية، هي ما تبي تموت في المستشفى. وهنا يأتي تعلق الإنسان بالحياة، تعلق في 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 قدرة الله سبحانه وتعالى. أمي كانت متعلقة بالحياة بشكل كبير، كانت تحب الحياة، ما تبي تموت. يعني عرفتي كانت تقول أنا ما أبي أموت. أقول لها يما الموت حق، الموت كلنا إحنا رايحين، بس أنت ما راح تموتين الحين. كانت تقول لي يعني ما راح أموت. قلت لها لا ما راح تموتين، إذا الله كاتب لك راح تموتين، بس الحين ما عندك موت، يعني عند الله سبحانه وتعالى. لحد شهر 5 مايو، يعني مايو 2023، لاحظت بطن أمي قاعد يكبر. فشفت البطن استغربت، ملابسها بدأت تضيج عليها. فرحت للطبيب قال لا لازم تدخلينها، احتمال عندها شيء معين. دخلناها، بدأوا يعطونها علاجات الصوديوم، المغنيسيوم، المهدئات، الأشياء هذه. أعطوها أيضا مهمة هذه للمريض، أن ما أعطيها الحب اللي تنيمها على طول، لا كل مريض له خصوصيته. لأن إحنا لما صارت أمي ما تنام، جت فترة ما تنام، الناس من خبرتهم عطي أمك الحبة هذه، عطي. قلت لهم ما يصير. رحت للدكتور
قال لي لا ما يصير على كيفهم يفتون، كل إنسان على حسب ظروفه الصحية، على حسب ظروفه النفسية، نعطيه الحبة المناسبة له اللي تساعده على إنه يركز، إنه ما يجي الخرف المبكر، إنه ينام. وفعلاً عطانا يعني علاج معين لحالة أمي ساعدتها على إنها يعني أول شيء تركز، يقل الخرف، مستوى الخرف عندها. يعني أم الحمد لله ما خرفت كثير يعني كلش يعني، بس لما تجيها الآلام يعني كل مريض فينا أكيد رح يجي هلوسة أو شيء. وبدأت تنام عدل، بس في شهر 5 اللي هو ماي مثل ما قلت لك لاحظت البطن يكبرها، دخلنا هالمستشفى فبدأ يعطونها العلاجات، طلعها مرة ثانية قال خليها بالبيت عندك. بدأت تدهور يعني حالتها بشهر 7 إنزين جولاي، فلما رحت لها قال شوفي أمك وصلت إلى مرحلة إن هي خلاص ما عندنا علاج الآن، المرض رجع مرة ثانية الكانسر وفي بطنها، وأمك كبيرة بالسن ما تقدر تتلقى العلاجات يعني للكانسر والأشياء الكيماو أو البيولوجي بعد، لأنه في كيماو وفي بيولوجي ما تقدر أمك يعني تتحمل هالآلام هذه، فإحنا نعطيها بس مسكنات ونعطيها صوديوم ونعطيها المغنيسيوم. استمرنا على هالوضع، طلعتها مرة ثانية شهر أغسطس 8، قعدت في البيت، اضطرينا ندخلها مرة ثانية مستشفى الخاص. بكل هاي الفترة إيه؟ كان عند والدتك أسئلة حول مرضها؟ لا ما هي شو عم بصير عندها؟ هي في البداية سألتني قالت لي أنا فيني السرطان، قلت لها لا يما ما في شيء، والله ما في شيء. كانت تقول لا أنا متأكدة إن فيني، سبحان الله حتى قبل الله أنا أدري أمي كانت متنبأة بالشيء هذا. لما صار عندها سألتني، لأن أنا قلت لك أمي تحب الحياة وما تتقبل فكرة الموت يعني. سبحان الله كل إنسان يختلف من إنسان، يعني في ناس في ناس عندها قناعة بالموت، أنا عندي قناعة بالموت، أنا عندي مهمة، عندي هدف، الله سبحانه وتعالى حطني في هذه الأرض راح أدي مهمتي وخلص. في ناس لا تحب الحياة، تتمسك بالحياة، تحب عيالها، تحب بيتها، تحب أمي، تحب بيتها، حتى قالت لي أنا ما أبي أموت من المستشفى، أبي أموت في بيتي. فما كانت تعرف تماما، لأن إيه هي أمي ما تتحمل، لو قلت لها ممكن تدهور حالتها زيادة. فعرفت إيه، فعرفت إنه مو زين لها إني أعلمها، فخليها إنها قلت لها يوم لا يعني الأمراض اللي عندك بس الصوديوم الملح، هي ما تعرف صوديوم لأنها مرات كبيرة، قال الملح عندك بس يتخربط شوي الرتبة والنظمة وترجعين زينة. وفعلا العامل النفسي هذا أثر في أمي كثير، فما كانت تعرف كلش، بس أنا أعتقد أمي ذكية يعني، أمي مو النوع اللي تفضفض وتقول وكذي، قالت لي كذا مرة، بس أنا متأكدة إن هي تعرف بس ساكتة. الحمد لله أمي من يعني من عرفتها من الولد أمي دائما خيرة، يسمونها أم الخير. أمي دائما يعني ربت أيتام، ربت ناس كثيرة، فأمي من عمرها هي دائما تتصدق، فكانت تقول لي قبل لا تمرض وأثناء المرض تقول لي أنا أثثت قبري، فهي إيه مأثثت كلها تقول لي يعني إيه، فتقول يما شلون أثثتي قبرك؟ كانت تقول الحمد لله عطيت صدقات. فأنا معاها للأمان يعني من البداية أنا معاها، أوديها تصدق سواء في اللجان الخيرية أو تصدق لأشخاص معينة محتاجين. في ناس ما يقولون أنا محتاجة، حتى لو يعني من أقرب الناس لك تعطيهم بالخفاء ما حد يدري عنهم إلا أنا، لأن أنا سوي التحويل وما تحويل لهم. فأمي كانت يعني الشيء اللي مخليها راضية عن نفسها، أمي كانت تتصدق ما تغلط على أحد، الكل يحبها الله يرحمها ويغفر لها، دائما بشوشة مبتسمة، دائما يعني أوبتيمستيك مو متفائلة، تحب الناس كلهم، تحب الناس كلهم، تحب يعني حتى خدمها حتى هذا يعني تحبهم، فالكل يذكرها بالخير. حتى يوم عزاها كل واحد يدخل يقول يعني شيء ما كنا ندري، أنا اللي كنت أقرب يعني الناس لها ومعاها بالبيت ما دريت عنها، كنت في أثناء دوامي ولا هذا يجون يعني، فسبحان الله شهداء لها في الأرض. فهي قالت كلمة من زمان يعني من قبل لا تمرض، أمي كانت على طول في الصدقات، على طول بالابتسامة الحلوة، على طول في استقبال الناس، على طول يعني متفائلة. طبعا هي أوحت لي، هي قالت أنا رح أموت يعني، قالت بصريح العبارة قالت أنا رح أموت. قلت لها لا يما إن شاء الله ما رح تموتين، رح يجين العيد رح تستانسين. قلت لها لا أنا حاسة أني رح أموت، فحتى يعني قالت لي طلعي صدقات عني. قلت يما أنت من اليوم الأول اللي طحتي فيه أنا كلها طلع لك صدقات، يمكن هذه الأشياء هي اللي حمت يعني أمي في البداية سبحان الله، يعني صدقات يعني تلطف سبحان الله الأمراض هذه. فكان عندها، كان عندها أمي دراية وأنا عارف إن عندها بس ما أصارحها. نعم نعم. فخليها على إيه هي شنو اعتقادها. نعم. إني أنا ما أدري. نعم. لأن إذا كانت تعلم إني أنا أعلم إن فيها مرض خطير
راح تعيش في حالة نفسية أكثر. فهني ذكائنا إحنا نساير المريض على نفس معتقداته، بس هي تدري وهي عارفة وهي وصدق. تدري هي طبعا أنا أبي أعرف، لأن أنا أقول لك، لأن أول شيء هي نفسي نفسيا، هي نفسي أني أبحث أكثر عن من يعني عن العلاج المناسب، عن المكان المناسب لمرضي، يعني تجارب الآخرين نفس مرضي اللي كانت لهم فرص نجاة، كانت لهم فرص يعني علاج ناجحة. فبالعكس يعني الثقافة جدا ضرورية، أني أنا أعرف، أنت ما تعلمني أنت تخليني أنا فيني آلام، فيني أوجاع ما أعرف مصدرها، صعب على أنا بالنسبة لي. لا أنا يعني إذا الله يعني الله كتب هذا، فهذا أولا هذا الله كاتب لي، هذا في أم الكتاب من قبل أن أخلق، فأنا قنوعة بما كتب الله لي. لكن أنا من الناس اللي أقول عندي يقين وأبي أعرف، علشان أعرف أسوي سيرش، أعرف شنو الأشياء يعني أتهيئ نفسيا، أعرف شنو المرض اللي عندي بالذات. فبالعكس أنا أفضل أني أعرف العلاج المناسب ومكان المناسب للعلاج، وأيضا أشوف الناس اللي مرت مثل مرضي وأخذ خبرة منهم، عرفتي، وأيضا أهيئ نفسي نفسيا لهذه الأمراض. خلاص أنا هذا بعد يعني قضاء الله وقدره، يعني ما رح أرد قضاء الله وقدره، بتعايش مع المرض. فلازم أول شيء نقدر الحالة النفسية وتقبل المريض لهذا المرض. فإذا كان في نوع من الهلع المرضي والوسواس المرضي، أنا أفضل إن ما يعلمونه، لأن قد هذا يكون سبب كبير لعدم نجاته من هذا المرض. إيه نعم، لما أمي عاد خلاص شفتها بالطبيب، سألت المعالج، قلت لها أنت شنو قاعدين تعطونها، أنا مو قاعدة أشوف شيء. قال والله أمك نعطيها مسكنات، وأنا أنصح تشوفي رعاية تلطفية. قلت شنو رعاية تلطفية، أول مرة أسمع فيها. فانصحوني في دكتورة إنزين أساس أني أتواصل معها. فلما تواصلت مع الدكاترة قالوا لي يعني لازم تشوفين دكتور تلطيفي، فانصحوني في دكتورة أمينة الأنصاري، وقال لي تواصلي معها، وأنصحت يعني بالذات يعني ركزوا لي كل الدكاترة على دكتورة أمينة الأنصاري، قال لي هي يعني في حالة أمك هي الأفضل تشوفها. إذا ما حصلتي عندها أو مو متواجدة أو شيء، عندك بلان بي دكتور ثاني. فقلت قال وصاني بالذات على دكتورة أمينة، اتصلت عليها للأمانة، اتصلت على السكرتارية وبعدين وصلوني فيها، وكانت إنسانة للأمانة والله ما ودي أقولها يعني في التسجيل هذا، لكن إنسانة والله راقية، إنسانة حيل حبيبة، إنسانة طيبة. جتنا للبيت، فلما جت البيت وقعدت مع أمي وشافتها، قالت خلاص لا تودينها الطبيب، لأن كل الأشياء اللي بيعطونها بالطبيب إحنا رح نعطيها هني. فقلت الحمد لله جزاك الله خير. وهي مو بس راحة للمريض، حتى راحة للمرافق للمريض، يعني تروحين البيت، بالنسبة لي يعني أرجع البيت، أروح دوامي، أرجع البيت مرة ثانية عشان أبدل ما أجيب فيروسات أو أي شيء أعدي أمي، بعدين أرجع مرة ثانية حق المستشفى. فإرهاق للمريض وإرهاق للمرافق المريض. فقالت لي خلاص لا تودينها. قلت لها جزاك الله خير. وفعلا الأشياء اللي كانوا يعطونها في المستشفى بدأت الدكتورة تعطيها في البيت، رعاية تلطفية، راحة نفسية. بس هذا اللي أقوله، راحة نفسية للمريض نفسه وللمرافق، راحة نفسية. يمكن لأني ما كنت أدري عن هذه شوي تأخرت العلاج التلطيفي، لو كنت أدري عنه مبكرا بديت فيه مع أمي، يعني ما وديته من البداية للمستشفى، مدام يعني من ماي لما صار شهر 5 وكذي يمكن لجأت للتلطيفي. لما جت دكتورة أمينة وشافت أمي حتى نرتاحت، يعني حتى لما راحت دكتورة أمينة قالت هذه الدكتورة وجهها سمح، فخلص خليها، أنا ما بي أروح للطبيب للمستشفى، أبي أموت في بيتي على فراشي. في يوم في وفاتها طبعا أنا كلمت قبلها بيوم دكتورة أمينة، فقالت إحنا لازم نسوي لها، لأن هما الكبار السن ومع الدايبرز مع هذه دائما معرضين لالتهابات البول، وهي تأثر عليهم وتجيب لهم حرارة أيضا. فقالت لي خلينا نأخذ له تحليل بول. فجت الممرضة لبيتنا، فالظاهر أن دكتورة أمينة شافت أن الحالة خلاص منتهية، أنا ما أعرف صراحة، وما أبي حتى لو أعرف ما أبي أصدق، لأني هذه أمي، يعني أمي ما أبي أصدق، يعني عرفتي يعني هذا الشعور يمكن ما حد راح يحسه إلا لما تمر بهذه الحالة. شافتها النيرس فقالت لها، كلمتني قالت لي مزنة إحنا ما راح نسوي لها الحين تحليل بول، وقالت لي كلمة جدا يعني حلق وقحا على نفسي قوي،
قالت لي احنا بنحفظ عفة امك فما نبي نسوي لها لان لازم قسطره واشياء هذه. فقلت لها ليش دكتوره؟ كانت تقول لي ما يخالف يا بنتي يعني انت قوي نفسك. اعطتني مهدت لي للموضوع ان امك يعني خلاص قريب اجلها انت يعني وعسى الله يعني يقويك ويعظم اجركم وكذي وهذا. قلت لها لا امي ان شاء الله طيبه طيبه. قالت ان شاء الله طيبه. اليوم الثاني جتني النيرس على اساس تحط لها المغذيات، لكن انا شفت امي من الصبح انها مو طبيعيه، كلها تون وكلها تتشهد الحمد لله رب العالمين، كلها قاعده تتشهد طول اليوم. وبعدين نامت يعني صار لها تقريبا يومين ثلاثة ايام نايمه امي مو اقول اقومها. اخر يومين امي بدات تاكل لان كانت ما تحب الاكل، فاخر يومين قعدت تاكل مو اكل يعني كثير بس اكل يعني سبحان الله يعني الانسان يحس انه قرب يعني او دنا اجله سبحان الله. في اليوم اللي توفت فيه قالت لي النيرس جت وشافتها فقالت لي خلاص انا الساعه 7 راح اجي واحط لها دريب اللي قالت عنها دكتوره امينه. فلما جت بدات تحط دريب لها قالت لي النيرس مو قاعد يمشي هذا، اول شيء مشى سبحان الله اللي بعدين اللي قالت في شيء مو قاعد يمشي. بعدين بدا النبض ينزل الضغط قاعد ينزل. قلت لها لا جربي شوفي احنا انت كمرافق المريض او انت امك ما راح تصدق ما راح تصدق. قلت لها لا ما فيها شيء امي جربي علي. جربت علي كان طبيعي ما في شيء. بعدين سبحان الله بدا ينزل. فقالت لي كلمت الدكتوره امينه قالت الحين اتصلوا على الاسعاف خلي يجوكم اللي هو 112. اتصلوا على الاسعاف جم خذوا امي ودوها الانعاش. كان يقول لا خلاص يعني هي الحين وصلت مرحله ان سلمت يعني نفسها وتوفت الله يرحمها. اي فالحمد لله يعني هذه اشياء من الاشياء الصعبه علي. يمكن الحين مر على وفاتها 4 اشهر. اكون صريحه معك يعني من اليوم الاول انا فقدتها يعني حسيت بالحنين لها، لكن بعد الفقد يعني يزيد الاشتياق لها، يزيد كل ما طولت المده مده الفراق يزيد الاشتياق لها، يزيد الحنين لها، يزيد يعني شيء مؤلم. تشوفين فراشها، تشوفين مكانها، يعني امي كانت من الاشياء اللي للحين اليوم شفتها. كان احنا عندنا شوي حوش يعني تعرفين احنا بيوتنا الكويتيه يعني خاصه القديمه في حوش تحط للحمام ماي وتحط له رز. اليوم حماماتي طبعا مو حمامات الديره اللي احنا نسميه الحمام العادي، لا الحمام الثاني اليمامه. فاليوم اشوفها راجع لان مشيت على نفس النهج انه حطوا لها ماي حطوا لها اكل. فلما جيت طالع فيها كانت امي تكلم الحمامه لان ما تقدر تكلم يعني ما تقدر تكلمنا احنا، فكانت تتكلم الحمام. اقول يما شو تكلمينها؟ تقول لي قص انا بيني وبينها سر. شوف الانسان لما يوصل للمراحل هذه تصير له اصدقاء من كل شيء. فكانت هذه الحمامه صديقه امي. فلا تستهزئون باي شيء اذا قالت حمامه ولا قالت شيء، لان المريض يرى اشياء احنا ما نراها. يعني سبحان الله خاصه اذا كان واصل مرحله انه يعني اجل ادنى. فيمكن بصرها كان حديد سبحان الله، فكانت ترى اشياء، فكانت تكلمها تقول لي سري عند الحمامه. فالحين شفت الحمامه يعني قلت لها شنو سر امي اللي عندك؟ سوري يعني سوري صراحه. هذا بالنسبه لحالتي انا، في ناس ما تتقبل، في ناس ممكن اذا علمت تنهار ان نهايه العالم، لكن انا بالنسبه لي احنا لازم نعرف هل الانسان هذا يتقبل او لا يتقبل. اذا تقبل لا مانع، يعني مثل انا تقبل بالعكس علمني ومو نهايه العالم، بالعكس هذا مصيري وهذا. لكن في ناس اذا علمتها تنهار، ممكن تموت من الخوف، مو تموت من المرض نفسه، ممكن تموت من الدبريشن الحزن، الناس تحزن. فهني الطبيب والاسره هي اللي تقدر هل هذا شجاع ويتقبل المرض وعنده ايمان بالله سبحانه وتعالى وايمان بقدره. يعني ان الله اذا اصابك شيء ما راح يعني الله يعني احد يرد عنك زين، واذا الله رد عنك ما راح احد يجيب لك. فهني الاسره والطبيب المعالج هو يقدر حاله المريض، لان اذا كان عنده هلع وخوف من هذا المرض، وللاسف يعني احنا اغلب الناس تعتقد ان هذا المرض ما منه نجاه، لا في نجاه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الادويه المناسبه. انزين هذه حمامه امي.
في ناس تتقبل وفي ناس عندها إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقضاءه وبقدره وأن هذا الشيء إذا صار الله كاتب له. في ناس تخاف. صح. هني أنا أرد وأقول لك يعتمد على الشخص هذا، هل هو قوي شخص يعني شخص شخصيته قوية، هل هو قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هل هو من النوع اللي عنده وسواس وعنده هلع وخوف من الموت. أنا هني حبذ إنه ما يعرف لا يعني لا هذا إذا كان مرضي، لكن إذا كان الإنسان يعني شخصيته قوية في تقبل المرض لا بالعكس لازم تحلمه لازم. وأنا مع إنه يعرف يعني يعني خلينا نقول مثلا 90% الناس متقبل المرض فعلمه في كل المراحل أساس يعرف وين تقدمه، وفي ناس تنجى من هالمرض الحمد لله. بس أنا أقول لك يمكن طلع لك 1%, 2%, 10% من الناس اللي ممكن يكون خوفهم من الموت المرضي هذا يعرقل يعني النجاح، وإني أنا ما أفضل إني أعلمه لكن نسبة قصيرة. أنا أقول لك لازم لا، إذا في أشخاص عندها الخوف المرضي وفي عندها الهستري هذا اسأل الأول شيء أسرة المريض، وانت يا طبيب تقدر هذا لان ممكن هذا الخوف والوسواس القوي يعرقل خطه العلاج، لان ارد واقول العامل النفسي هو اكبر علاج للامراض المستعصيه هذه اكبر علاج، وهذا ترى اللي ياتي دور العلاجات التلطيفيه ترى علاجها نفسي. وانا قلت هذه الاشخاص قد يكون 10% و90% يتقبلون ان انا اعرف شنو فيني هني اعلمهم، لكن اذا كان من هؤلاء اللي فيهم يعني خوف مرضي قد يعرقل خط وسير العلاج افضل انه ما يعلمونه لانه راح يكون يفشل العلاج اللي هو الكلينيكي. اي طبيب هو اللي يقدر. وايضا انا قلت الاسره، بس الطبيب ايضا اذا شاف هذا الشخص يتقبل الحقيقه يبدا معاه بالتدريج، هل انت تقبل انا اقول لك نتائجك، اذا تقبل كان به، إذا ما تقبل هذه النتائج يوقف عند حد معين من الحقيقة أو يعطيه جزء من الحقيقة. في حالة أمي أنا أعتقد أنها كانت تسمع كلامنا مع الأطباء، فهما أذكى منا فكانت تسمع كلامها كلامهم، فصار عندها تصور عن هذا المرض وعرفت أنه فيها بس ما قالت لنا الحقيقة. فأعتقد أن هنا يأتي دور الطبيب إذا كان حاب يعني يبدأ بالتدريج مع المريض أن أنت فيك كذي، إذا وإن إذا حاب أكمل لك أعطيك النتائج، إذا قال إنه بكمل النتائج ما عنده مشكلة، إذا قال لا ما بيعرف الحقيقة كاملة هني أيضا يعني يكون حق المريض في إنه ما يبي يعرف الحقيقة. فهذه إيه، لكن أنا أقول لك أحيانا المرضى خاصة الأمراض المستعصية هذه هم جدا أذكياء لأنهم يسمعون كلام الأطباء، يسمعون كلام الأهل مع الطبيب، وأيضا فيهم فراسة حتى لو ما كان يعرف اللهجة مثل أمي أحيانا أتكلم بالإنجليزي تقول شو تقولين؟ أكيد فيني شيء، أكيد إن هذا، لأن لو ما فيها شيء إحنا تكلمنا باللغة العربية، عرفتي؟ فهي عندهم فراسة، فتعرف إنه لا في شيء ما، بس ما تبي الحقيقة هي، فإحنا ما يعني ما عطيناها الحقيقة كاملة، لأن هي ما تبي، إنزين، ولأن أعرف أمي إذا عرفت الحقيقة كاملة ممكن ما تتقبل العلاج، ما تتقبله، وأيضاً يعني الطبيب يعني شاف إنها ما راح تتقبل هذه الحقيقة، كبار بالسن يعني وما تبي تتقبله، فهو يرجع على إن الطبيب المعالج هو اللي يقدر، هو اللي يشوف المريض، يجس نبضه، هل هو يتقبل هذه الأمراض؟ هل أنا راح أعطيك النتيجة هذه تقبلها أو ما تتقبلها؟ لكن أرد وأقول لك المرضى جداً أذكياء. المرضى يسمعون كلام الأطباء مع الممرضين أو مع المعالجين أو مع الأسرة، فيعرفون حالتهم هل هي صعبة وهل هي سهلة، هل هي فيها علاج ما لها علاج. لكن في بعضهم ما يتقبل في شكل صريح تقول له، وهني تقدير الطبيب هو اللي يقدر هذا الموضوع. ليش ألجأ للتلطيفي؟ أولاً هم راح يعطونها الأدوية والمسكنات والأشياء وهي في بيتها مرتاحة وعلى فراشها وعالفة المكان، وعيالها يزورونها، حبايبها يزورونها، يعني الناس اللي حتى قريبة لها كل يوم يقدرون يزورونها. ثاني العامل النفسي جدا مهم للمريض خاصة الأمراض المستعصية، الله يكفيكم شرها، فجدا مهم العلاج التلطيفي لأنه يعالج الحالة النفسية للمريض. كثير من الناس خاصة اللي عندهم كبار بالسن ومعهم أمراض مستعصية كل شوي ثاني ماخذينهم ومودينهم للطبيب، كل يوم الثاني مرجعينهم. وفي شيء مهم بعد ترى احنا لازم نهتم واحنا ننقل المريض، احيانا
تكون عنده هشاشة في العظام، قد ينكسر عظم أو يصير شيء سبحان الله. فهذه الأشياء العلاج التطيفي أولاً وفرها العلاج المناسب وهي مرتاحة في بيتها، وفر لها العلاج النفسي اللي هو مهم في هذه الأمراض. قبل يعني أعرف شنو صار في أمي، ما كنا نعرف الأشياء هذه. الرعاية التطيفية جدا مهم بالنسبة للأشخاص اللي خلاص يعني انتهى العلاج، ما لهم أي علاج. ريحها أولا من نقلة من البيت إلى المستشفى ومن المستشفى إلى البيت. ارتاحت في أنها قاعدة في بيتها، تشوف يعني الأشخاص اللي حوالينها نفسها، عاشت حياة طبيعية. العامل النفسي جدا مهم لها، يعني هلا الاشخاص المرضى اللي يعانون من امراض مستعصيه لما يكون في بيته يكون في راحه نفسيه، واذا الله سبحانه وتعالى خذ امانته يكون في بيته. هم يفضلون ان يعني سبحان الله تكون اخر ايامهم في بيتهم وبين اشيائهم الخاصه، في غرفهم، في ذكرياتهم، في يعني حياتهم اي مع عائلتهم، الكل حوالينهم. والاكثر ما ترى ذكريات، يعني انا المكان اللي انا يعني سكنت فيه واسسته وسويته يعني سبحان الله يكون عندهم عامل نفسي جدا قوي. فالحمد لله العلاجات التلطيفيه يعني اثرت في امي من ناحيه العامل النفسي، ويعني حققت رغبتها انها يعني 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 يكون الله ياخذ امانتها في بيتها مو في مستشفى. الحمد لله. احنا بالنسبه كاشخاص نقوم على رعايه المريض، احنا عندنا يعني مقوله نقول اللي رافق المريض مريض نفسه، لان النقله والروحه للمستشفى ما في مكان ننام فيه، التعب النفسي ايضا. المريض مرات احيانا في المستشفى يكون حالته النفسيه صعبه فيصرخ احيانا، يعني كان تصرخ يعني الجو العام ما كان يناسبها فاثر علينا احنا نفسيا ويأثر جسدياً، تعب جسدي. لما صارت الرعاية التلطيفية إحنا موجودين في البيت وموجودة عندك كل سبل الراحة للمرافق للمريض، فأيضاً يعني سواء كانت راحة جسدية لنا كمرافق أو كراحة نفسية، خاصة إحنا عندنا دوامات. يعني أيام كانت أمي بالمستشفى أروح الدوام، أول شيء أرجع البيت أبدل وأروح الدوام، ارجع من الدوام ارجع البيت مره ثانيه لان اخاف انه يكون في معي فيروس او معي يعني شيء معين ياثر على صحه امي، ابدل ارجع لامي مره ثانيه. النوم عندي كان قليل جدا، حيل قليل النوم. التعب الجسدي اثر عليك حيل، لكن لما جاء العلاج التلطيفي انا ارتحت جسديا وارتحت نفسيا، وايضا ارتحت انه يعني موجوده عند امي واسوي لها اشياء اللي تحبها. يعني اكل المستشفى هي ما تحبه مهما كان يحطوا لك اياه وتفننون فيه سبحان الله، يعني اقول لها يما طعمه لذيذ والله حلو كنا مطعم فندق، يعني تقول لي لا انا ما احبه. فكانت حتى الاكل في البيت يعني تحب اكل بيتها، تحب جمعه عيالها، تحب مثل ما قلت لك ذكرياتها في بيتها. فهذا عامل جدا قوي وعامل نفسي قوي، سبورت للمريض نفسه. اذا كان يعني المريض ليس له علاج في المستشفى إن هي فقط مسكنات، ما يعني لا يتعبون مرضاهم، خلاص خليك بالبيت في رعاية تلطفية تجي. حتى نعتقد قبل كم يوم أعتقد أمس أنا قرأت إن وزارة الصحة عملت يعني خدمة لرعاية الناس الكبار السن أو طريحي الفراش يعني كتلطيفي. فيعني أنا أصحهم أن يجنبون أهلهم معاناة النقل من المستشفى إلى البيت، تعب النفسي اللي ممكن يمرون فيه. فأنصحهم إذا كان خلاص انتهت رحلة العلاج وما في علاج خله في البيت وجيب العلاج التلطيفي له، لأن العلاج التلطيفي رح يريحهم إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني أخذ أمانته، فما نبيهم يعني يتعبون في آخر أيامهم. فنصيحة أنهم يلجؤون للعلاج التلطيفي في مثل هذه الحالات اللي انتهى مسيرتها مع العلاج الصحي اللي خلاص ما عاد فيه. هذه الحملات التوعوية مهمة جدا للناس اللي يعني يمرون في أول تجربة من هالأمراض المستعصية. فرسالتي لهم انتبهوا لهؤلاء الأشخاص لأنهم جدا حساسين، جدا يحتاجون إلى الدعم النفسي والدعم الأسري والدعم
الصحي أيضا، فهم أمانة عندكم، حافظوا عليها، اطرقوا جميع الأبواب، لا تتركون باب ما تطرقونه، لأن يستحقون هذا الشيء، لأن في يوم من الأيام قد نكون إحنا في مكانهم. فديروا بالكم عليهم، ودائما اسألوا اسألوا، يعني أنا ما كنت أعرف عن العلاج التلطيفي، اسألوا عن هذه الأمور اللي ممكن إنها تخفف معاناة الأشخاص اللي يعني اللي يمرون في هذه الحالات. فنصيحة لهم، ديروا بالكم عليهم، لأنهم هم ضيوف مؤقتين، راح يروحون، ولما يروحون راح تشتاقون لهم.